الان احنا في المحطه ديال استقبال المشاركين والمشاركات. الى حدود الان عمليه الاستقبال تمر في اجواء سليمه اخويه. لاحظنا انه كافه المشاركات والمشاركين عندهم واحد النوع من التفهم والاريحيه والجاهزيه للتعامل بشكل سلس مع اللجنه التنظيميه. الاداره حاولت توفر جميع الشروط التقنيه والتنظيميه لتمر هذه العمليه في احسن الظروف. جينا من مدينه القنيطره شاركين هنايا كباقي المشاركين في هذا المهرجان الوطني للشباب والطلبه هنا مدينه المكناس. كان استقبال زوين. الناس ديال مدينه المكناس استقبلونا استقبال رائع. هذا ملتقى اللي سنعتبروه حدث تاريخي في تاريخ ديال حزب الاستقلال. كنأطروا من خلاله 5000 مناضل من داخل الهياكل المتعدده ديال حزب الاستقلال. كنتمناو انه يفرز واحد النخبه جديده من الشباب اللي تساهم في التسيير ديال الشان العام وتساهم في النهوض الديمقراطي ديال هذه البلاد تحت القياده ديال صاحب الجلاله نصره الله. ونحن كلجنه تنظيميه بمدينه مكناس فكما كتعرفوا هذا اليوم المعهود التاريخي والمشهود بمدينه مكناس التي استضافت محطه تاريخيه من حزب الاستقلال، وخاصه فيما يخص استقبالنا لجميع الوفود من أنحاء المملكة المغربية. هذا المهرجان كيتعتبر محطة أساسية من المحطات اللي حزب الاستقلال كيبغي يجدد اللقاء ديالو بالطلبة والشباب بالمغرب، بل أيضا كيبغي يحيي صلة ديالو صلة الرحيم بمدينة مكناس خاصة مع شباب مدينة مكناس، لأن مدينة مكناس كيف ما كنعرفوا مدينة عريقة، مدينة تاريخية، ومدينة بطبيعة الحال خصها ناس ورجال اخرون اللي من طبيعه الحال يتحملوا المسؤوليه ديال هذه المدينه اللي هي خدينا على عاتقنا هاد السنه ان شاء الله في هذا اللقاء. هو شعار مع الشعب، ودائما حزب الاستقلال مع الشعب، والحمد لله الاستقلال حزب الاستقلال دائما يتحمل المسؤوليه في جميع المحطات، وكتعتبر هذه محطه اساسيه بهذه المدينه. وكنبغي نشكر الاخوان وبما فيهم الامين العام لحزب الاستقلال والاخوان اللي هما من جميع اللجان، سواء من اللجنه المركزيه، سواء من البنات، سواء من الشبيبه، سواء من المنظمات. وكنشكر اللجنه التنظيميه في هذه المدينة.